وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا كوفيد-19 على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام. تم الإعلان اليوم عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4,300,000,000 دينار بحريني، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مساء هذا اليوم للإعلان عن الحزمة وتفاصيلها عبر عدد من القرارات والإجراءات. وفق التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا كوفيد-19 على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعة لأوامر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة متكاملة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام. نرحب بكم اليوم للإعلان عن حزمة متكاملة، وتشمل هذه الحزمة عدد من القرارات والإجراءات اللي بشرح لكم الآن. أولا، ستعمل الحكومة على إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة 87 من الدستور بهدف للتكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل، وتمويل هذه الرواتب بالفائض صندوق التأمين ضد التعطل. ثانيا، تكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. ثالثا، الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. رابعا، الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. خامسا، إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. سادسا، مضاعفة حجم صندوق السيولة والذي تم إطلاقه بتوجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي العام الماضي، مضاعفة حجم الصندوق ليصل إلى 200,000,000 دينار. وسابعا، حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة إقراض البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتستطيع المصارف بتأجيل الأقساط أو تمويل أو إعطاء تمويل إضافي لعملائها. وثامنا،
إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل تمكين وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها. وأكد الفريق الحكومي من أصحاب المعالي والسعادة خلال المؤتمر الصحفي على استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، مؤكدين بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية، وأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عاليا سنتمكن من تحويل المستحيل ممكنا وواقعا، ونحول التحديات نحو مزيد من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.